يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له آمان من الفقر ومن وحشة القبر، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فقيل له: إنا جالدوك. فقال: لا طاقة لي 100 ضربة من عذاب الله. فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. فلما ارتفع عنه العذاب قال: أخبروني علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. يا ويله، إنه يضرب بأسواط رهيبة، بصورة عجيبة، وهيئة غريبة. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فكيف بمن لا يصلي؟